قول خاطئ يتردد على نطاق واسع بشأن صوم يوم عاشوراء بأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه موافقة ليهود، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء محبة لأخيه نبي الله موسى، فلم يصمه اقتداء بيهود، وإنما قال نحن أحق بموسى منكم، وأمر بما أمر تقريرا لتعظيمه وتأكيدا وتعليما اليهود أن دين الله واحد في جميع الأزمان، وأن الأنبياء إخوة، وضع كل منهم لبنة في بناء الحق، وأن المسلمين هم أولى بكل نبي ممن يدعون اتباعه. فإذا كان يوم عاشوراء هو يوم هلاك لفرعون، وهو يوم انتصار لموسى، فهو كذلك يوم انتصار للحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا صامه موسى عليه السلام شكرا لله، فالمسلمون هم أحق أن يقتدوا به من يهود. وفي واقعنا المعاصر لا نجد أن يهوديا يصوم في العاشر من محرم أو يعده عيدا، ولم يوجد كذلك في السجلات التاريخية ما يشير إلى أن يهود صاموا في العاشر من محرم أو عدوه عيدا، بل اليهود يصومون يوم العاشر من الشهر الأول من سنتهم في تقويمهم وتاريخهم، إلا أنهم لا يسمونه يوم عاشوراء. إن لليهود تقويما خاصا بهم يختلف عن تقويمنا العربي الإسلامي اختلافا بينا.